رئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد المصري خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من شوية على أنه عملية النزوح أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للأراضي المصرية يعني ده أمر شديد الخطورة، مصر مش هتسمح بيه وإن ده خطر على القضية وعلى حل الدولتين. الرئيس السيسي أكد أنه غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي حصلت خلال 5 جولات من الصراع خلال 20 سنة اللي فاتوا. أكد كمان أنه تم الاتفاق مع ماكرون على أن خروج الفلسطينيين من أراضيهم مش حل، وأن الهدف المعلن هو تصفية حماس والجماعات والفصائل المسلحة في القطاع، وأن ده هدف يتطلب سنوات كثيرة جدا. تفاهم الرئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش احنا في مصر مش هنسمح بيه فقط، لا ده خطر جدا على القضيه في حد ذاتها، لان ذكرت النهارده قضيه حل الدولتين، وده امر ايضا توافقنا عليه على ان هو غياب الافق السياسي لحل القضيه الفلسطينيه كان احد اسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجوله ديت، في 5 جولات من الصراع خلال ال 20 سنه اللي فاتوا، غياب الامل، حاله الاحباط، الياس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. ينضم لنا على تليفون دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وبداية، كيف تقرأ كلمات الرئيس اليوم وما هي أهم الرسائل التي توقفت عندها؟ يعني أنا قرأت كلمات الرئيس في ضوء ما شهدناه من حالة اتفاق للفرقة الرابعة المدرعة، وبالتالي أيضا يعني يبدو أن الرئيس أراد أن يوجه رسالة، سواء رسالة إلى الداخل أو رسالة إلى الخارج، بأن مصر يعني تتخذ يعني سياسة رشيدة في استخدام القوة وليست السياسة التي تتبعها بعض الدول العدوانية. وبالتالي أيضا أن الرئيس تحدث وقال أن قوتنا المسلحة هي لحماية أمننا القومي، وبالتالي أنا أعتقد طبعا أن الرسالة وضحت تماما لمن هو يتربص بأمن مصر ومقدرات مصر. يعني السؤال اللي هو الواحد يعني محتاج يفهمه أكتر بعمق، هو ليه فرنسا متحيزة كل هذا التحيز لإسرائيل؟ فرنسا يعني لا تخرج يعني كثيرا عن موقف بعض الدول الأوروبية، وإن كانت فرنسا يعني لا تميل إلى التطرف في المواقف، يعني 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 الموقف الفرنسي بيعتمد على، أو الرئيس الفرنسي بيصبغ السياسة الخارجية بسياساته. يعني نحن شهدنا في ظل رؤساء كانوا أكثر اعتدالا مثل جاك شيراك أو فرانسوا ميتران أو حتى تشارل ديغول، كان الموقف الفرنسي معتدل في سياسته الخارجية تجاه قضايا الشرق الأوسط، لكن يبدو أن ماكرون يعني لا يريد أن يشذ عن الموقف الغربي مثل الذي تقود الولايات المتحدة وفي ظلها بريطانيا وألمانيا، وبالتالي هناك ما يشبه تحالفا أو اصطفافا دوليا لتأييد إسرائيل إلى أقصى حد وفي استخدامها للقوة الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني. السؤال أيضا، اشمعنى ماكرون النهاردة وقف جنب الرئيس السيسي وقال يعني ان هو مع وقف اطلاق النار، مع ان هو اللي ادى الشرعية في الايام الاولى من بداية الازمة؟ ماكرون يريد ان يكون وسيطا، ان يريد ان يلعب دور وسيط في هذه الازمة، او تكون لفرنسا دور، فبالتالي اذا اردت ان تكون وسيطا عليك ان الا تميل الى التطرف في الموقف مثلما هو حال بريطانيا وحال الولايات المتحده وحال المانيا. فيبدو ان ماكرون يعني حتى حينما ذهب الى رام الله وقال ان حماس لا تمثل الفلسطينيين او كل هذه الامور، اوافقك في هذا الراي ان حماس لا تمثل الفلسطينيين، فلماذا تضربون الشعب الفلسطيني كله في غزه ولماذا
هذه الحركه هذا لم يحرك ضمير مكروه الذي اذا كان عنده ضمير يعني. نعم، اشكرك دكتور جمال سلامه استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. طيب